ياسمين حناوي بنالك، أهلا وسهلا فيك ببيروت وتحديدا في معرض الكتاب. تمام. اليوم موجودة لتوقع كتابك، حتحكينا أنت أكثر عن الكتاب. ليش سميتي العنوان فلامينكو وشو بتضمن؟ فلامينكو مثل ما كنا نعرف هي رقصة ضد الظلم، تحدي للحياة، بتجمع ما بين الموسيقى والرقص، الموسيقى اللي هي فرح والرقص اللي هو حياة، يعني هو رسالة للفرح والحياة. طبعا أنا هلأ ببيروت مثل العادة، مثل كل سنة بمعرض بيروت الدولي للكتاب. بيروت اللي هي عاصمة الكتاب العرب، اللي ما في كاتب إلا وضافت له بصمة لكتاباته الأدبية. بيروت الجميلة. نعم. كيف اخترت عاصمة بيروت ومعرض كتاب بيروت حتى توقع كتابك فيه؟ على قولة نزار قباني بيقول لك انه كل شاعر او كل اديب هو يتيم، اوكي، الى ان يدخل الى بيروت، لانه بيروت بتتحول لتصير امه بالتبني. فما فيني بصراحه، مثل ما بيقولوا بيروت مطبعه العرب، عاصمه الكتاب، فما فيني بصراحه اني فوتها بدون ما استغل هيدا. قديش اخذ معك وقت كتابه؟ سنه. أخذ سنة كاملة. نعم. لأنه هو نوعا ما فيه مجموعة من الأعياد، يعني بيحكي عن عيد الحب، بيحكي عن عيد الأم، بيحكي عن عيد الاستقلال، فاضطريت أنطر السنة كلها لحتى كل ما تيجي مناسبة أكتب عنها. فهو رسالة للفرح والعيد. هل في مجموعة رقصات بالكتاب ضمن الكتاب أو رقصة واحدة هي فلامينكو؟ فلامينكو هي رقصة واحدة بيندرج تحتها مجموعة من الرقصات، بس الرسالة واحدة. نعم. هل الرقصات حتكون إيجابية ولا سلبية؟ إيجابية بنسبة 99.9. نعم. ياسمين اسمك، اسمك الحقيقي واسمك الشاعر ياسمين. لمين بتهدئ ياسمين اليوم؟ ظل السواد اذا بدك اللي عم بيعيشه الوطن العربي. لكل حدا عم يبكي، لكل حدا فقد شخص غالي، لكل حدا عانى من ويلات الحروب الماضيه. قبل موقع خبر عاجل كلمة أخيرة، شو بتحب تقولي؟ أنا بصفة شخصية بحب موقع خبر عاجل، مو لأنه أنت واقف قدامي على الإطلاق، بالعكس أنا متابعكم، متابعتكم من حوالي 5 سنين وجاية، فشهادتي فيكم مجروحة. ميرسي كثير لك. أهلا بك، ألف مبروك. شكرا كثير لك. ميرسي لك. هلا هلا، كيفك؟ كيفك؟ كيفك حبيبي؟ شو أخبارك؟ وأخيرا شفتك؟ ياسمين ميرسي. شكرا كثير حياتي، ميرسي، انبسطت بشوفتك، بشوفك اكيد ان شاء الله. خلينا نتصور سوا بس. تتصوري مع